صباحك أونلاين، آخر أخبار المواقع الإلكترونية على وعد اف ام ووعد اف ام تي في. صباح الخير لليوم. أولى أخبارنا طبعا مش هنبدأ بمتاع الطلاق، هنبدأ بحاجة تانية حلوة جدا 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 جدا. شخص من مولدوفيا يغامر بحياته في درجة حرارة أقل من أو درجة برودة نقدر نقوله أقل من 67، يعني ناقص 67، باش ينقذ حياة طفلة. بس يعني هو غامر بحياته وقطع قريب 50 كيلومتر تحت درجة ناقص 67 باش ينقذ طفلة مصابة بشلل الدماغي في روسيا تحديدا، مش في أي دولة عربية ولكن في روسيا، وهالشخص هذا من مولدوفيا. وطبعا حتى من شعره ومن بنيته ومن حواجبه وهيك، لما تشوفوا الفيديو لو انتوا تبوا تقولوا تشوفوا الحاجة هذه، حتى من شعره من حاجات واجد عبارة عن انه بجديات متجمد، يعني ناقص 67 شن تبوا تديروا من لقطة اكتر من هيك. وهو فكرته مش انه هو يكون الفيديو، يعني مش انه هو قطع مسافة وخلاص، او انه هو ممكن حتى انه هو يكون اول واحد دار حاجة هي هيك وخلاص، لا، هو فكرة الفيديو نفسه وفكرة اللقطة نفسها باش يوروا للناس معاناة الاطفال وخاصة المصابين بمرض الشلل الدماغي وجميع الناس ولا البشر لما يكون عندهم حالة مستعصية أو يكون عندهم مرض معين. فهذه كانت رسالتهم من خلال هالفيديو هذا أو من خلال هاللقطة هذه اللي هم داروها، اللي هو الراجل هذا اللي مشى تحت درجة حرارة ناقص 67 باش ينقذ الطفلة هذه في روسيا، وتخطى بجديات يعني إمكانات واجد ودرجة الحرارة بطريقة مش مفهومة. وهو براحة قال، يعني هو صح يعني موجه الفيديو لكن قال بطريقة كوميدية مش بطريقة ساخرة، إن أنا عاش من عودها الموضوع هيا متعنا هو دارها وزي اللي ندم، يعني بطريقة كوميدية مش بجديات ندم، لأنه هو أصلا فكرة الفيديو إنه هو يوجه رسالة لكل الناس وبش يتعاونوا وبش يكون عندهم مودة ورحمة ويوجه لهم رسالة إنه راهو في ناس تعاني، في ناس عندها أمراض فلازم نساعدوهم حتى لو كانت درجات الحرارة منخفضة جدا، حتى لو كنا إحنا مثلا ما نقدروش، ولكن طالما إحنا بصحتنا نقدر نساعدوا غيرنا ليش لا. نشر تاني أخبارنا لليوم من الأطفال ومن روسيا إلى إمارات، والإمارات نصير فيها. المرة اللي فاتت كانت في مصر، واللي كان اللي هو واحدة طلبت الطلاق من زوجها اللي قاله سبب غريب، ولكن أنا حسيتها سبب طبيعي إنه هو جبان وإنه هو يدفع فيها للمواجهة الجيران، وإن هي مثلا يحط فيها حتى الدفع عليه هو شخصيا يعني. فإحنا اليوم حاجة تانية، وفعلا اليوم سبب تافه شوية حاشا المستمعين، سبب غريب شوية. هي رجلها في الإمارات متزوجين ما لهم مش واجد، طالع ماشي مع أصحابه بيتسلى ماشي للقهوة ماشي كذا، فقالت لو أنت مروح جيب لي همبرجر معاك لأن حنتعشوا مع بعضنا ومش عارف شنو حاجة زي هيك. فشن صار؟ امشى الأخ هدرز مع أصحابه، عاش حياته، روح ساعة 3 في الليل ما فيش إمكانات مفتوحة، روح من غير الهمبرجر ودارت له مندبة وصارت قصة وصارت عراك وكيف، وانت مش مهتم وانا مش في بالك وانت مش عارف شن هو. فعبارة عن هو لا انه يحاول يقنع فيها انه راهو بجدية، قصدي انه الوقت متأخر ومش لان انت مش في بالي ومش لان مش عارف شن هو. فهو عبارة عن انك يقعد يشرح له ما فيش فايدة، رفعت على دعوة الطلاق بجديات يعني فعلا. ان حتى في الامارات اصلا صارت على ضجه الموضوع هذا، وقالوا ان في ناس مش مقدر حاجه اسمها زواج، لدرجه ان احنا على خاطر مواضيع صغيرونا زيها وهمبرجر ولا اكل ولا حاجات صغيرونا يعني مثل بطلاق يعني. فبجديات قصدي مش لهالدرجه، وهم محاولين ان هم يحاولوا يبوا يصلحوا بناتهم لو صار الموضوع، لكن لو تأزم حيحاولوا ان هم يقبلوا دعوتها وخلاص للاسف يعني. لكن حتى انت اهدي شويه يعني، ما يجيش حتى هو صح هو ما يجيش. أنا شفت يعني خطر همبرجر طلقني. أنا شفت مشهد حتى أنا في اليوتيوب، رجل مصري مرته قاعدة تلم في حوايجها وتبي تطلق على خاطر لعبة البوبجي. يا ناس احذروا من هاللعبة اللي بتخرب هالبابيون بجد. حتى صحبات يقولوا لي أنا راه البوبجي بدت برا ليا، بدت يعني صار مثله معقول ويبدأ مقعمز معاك هو يقتل وخاش في عالم غير عالمة. فحاجات غريبة ممكن نشوفها بعيد علينا شوية، ممكن
بيكون في واقعنا واحنا مش يعني مركزين مع هلبة. فاحنا بطبيعة البشر كل انسان كيف هو عايش وكل انسان كيف انه هو متصنف. في اللي يحب بطنه هلبة يحب الاكل هلبة بس اوفر يعني ان انت تطلب طلاق مش لدرجة يعني. هيكي يعني انني نطلب طلاق على خاطر شيء زي هيكي. نمشي لثالث اخبارنا لليوم الى العالمية بس مكملين مع العربية حنقول لكم كيف بعد شوية. العالمية والعربية يتحدوا في نفس الوقت بسبب شخص واحد واللي هو رامي مالك. رامي مالك اللي قام بدور فريدي ميركوري اللي قلت لكم عليه من يومين اللي هو كان مرشح ولأول مرة يرشح وهو أصلا يعتبر من الأدوار المميزة جدا في بوهيميان رابسودي اللي جسد دور فريدي ميركوري من فرقة كوين. كان مرشح قدام كريستيان بيل في هل الموضوع هذا وأنه هو يكون أفضل ممثل لـ 2018 في أوسكار اللي أقيم في لوس أنجلوس تحديدا في كاليفورنيا في أمريكا لهالسنة اللي من يومين صار للدورة 91 وهو فعلا اللي فاز باللقب بجديات ابن المهجرين المصريين من أصول مصرية بطبيعة الحال. رامي مالك يفوز بأوسكار أفضل ممثل ولأول مرة أصلا يترشح وأول مرة يفوز فبجديات حاجة حلوة من رامي مالك وتم تيلا وبجديات قصدي. أنا قلت لكم حتى الاثنين ممكن أرجع نعودها. أنا شفت الفيلم أكثر من رائع أكثر من خرافي أكثر من حاجات واجد يعني سواء كتمثيل منه وكيف تجسيده للشخصية نفسها التفاصيل اللي هو ممكن لأننا حتى نحب فرقة كوين ونسمع لهم من زمان فبجديات قصدي إن حسيت إن هو بزيادة الموضوع كيف إن هم حتى الكورسات المكثفة أو هيك إن هو كيف يتصرف كيف يمشي كيف يجي كيف يشبح كيف كذا فإبداع يعني من الآخر. فيلم لازم تتفرجوا عليه كلكم لمحبين الروك محبين الجيتار محبين هالفرقة تحديدا فرقة كوين. وفي ناس واجدين اللي هم قالوا انه هو فعلا من قبل يستاهل حاجات زي هيك لانه حتى كان فايز في السنة اللي فاتت واللي كان من احد جوائزه اللي هي الاس اي جي وكذلك الجولدن جلوب زوز جوائز عن ادواره في احدى المسلسلات واحدى الادوار المميزة اللي هو يقوم بهم خلال السنوات الاخيرة. وطبعا حرص الكثيرين من الممثلين المصريين ان هم ينشروا في صفحاتهم ويباركوا لها منها نانسي عجرم منها شيرين عبد الوهاب منها ياسمين صبري منها بشرى فواجدين ان هم تكلموا عن الموضوع هذا ان هو بجديات كان فخر وما زال فخر وهو اللي حدد هالموضوع هذا يعني قاعد يتكلم بجديات ان هو فخر لمصر. حتى في واحد من الممثلين كاتب السنه هذه للرجال المصريين في الاول سنسمى هذا اللاعب محمد صلاح محمود صلاح محمود صلاح, صلاح. إيه. وتوا رامي مالك وأكيد مكملين مع البطولات المصرية ولكن خلونا شوية لأن بعد شوية حنمشوا للبطولات الليبية. إلى البطولات الليبية ومن كم يوم يفوز البطل الليبي حسين كديش اللي ما اكتفاش بالحصول على الميدالية الذهبية ولكن حطم الرقم القياسي الليبي برفع وزن 300 كيلو جرام وزن 120 جرام بالنسبة للفئة بالنسبة للأساتذة. والهدف القادم بإذن الله حيكون في بطولة العالم بالسويد. ألف مبروك لحسين كديش المستوى اللي وصلت له والترتيب الثالث ليبيا محليا والأول عفوا ليبيا محليا والثالث دوليا فألف مبروك مرة تانية. طبعا هو أخو صديق والزميل والإعلامي حمزة قديش نقول له تحياتي ليك لو يسمع فيها حاليا وألف مبروك وإن شاء الله يا ربي من أحسن لأحسن سواء أنت أو كل عائلتك. آخر
آخر أخبارنا لليوم بالنسبة لي صباح أونلاين شوية رياضي. الموضوع خاص بي طه ميرا، ممكن تقبلوا مني ممكن لا، لكن هو خبر حنقوله لأننا احنا كنا في الرياضة فحنقبله في الرياضة. ممكن يهم واجدين بالنسبة للمباريات اللي حتكون اليوم اللي هي 27/2 والقنوات الناقلة للكلاسيكو ليفربول والدوري الإنجليزي، ويحل برشلونة ضيف على ريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو لملاقاته في إطار نصف النهائي كأس ملك إسبانيا، وحتقام المباراة في 10 مساء عبر قناة بين سبورت 1. وفي الوقت ذاته حتقام العديد من مباريات الدوري الإنجليزي الأولى اللي حتكون بين ليفربول وواتفورد عبر قناة بين سبورت 4 اللي هي 4. وسوف يحل مانشستر يونايتد ضيفا على كريستال بالاس عبر قناة بين سبورت 7. فإن شاء الله تكون مركزين في البي ان سبورتات، أما هم 1 و4 و7. وفي لندن حتقام أو يستضيف تشيلسي منافسة تونتم عبر قناة البي ان سبورت 2. وأخيرا حيلاقي مانشستر سيتي نظيره ويستهام عبر قناة بي ان سبورت 5. هذه كانت مباريات اليوم اللي حتكون اليوم ضمن المباريات يوم 27/2/2017. رجعت سنتين أنا 2019 اللي هي لها علاقة بالكلاسيكو ليفربول والدوري الإنجليزي، مش عارف ليش رجعت سنتين أنا. هذه كانت أخبارنا في صباح أونلاين، إن شاء الله عجبتكم يا رب العالمين.